حصلنا في بدايه الدراسه. نشكركم على امتياز الدواء، نشكركم دائما في القاعه 2021-2024 ولوسطها في تنزيل مشروع حمايه مقاطعه سيدي عثمان. اشير الى انه تحية صباحية في هذا اليوم. كنشكر أولا المنابر الإعلامية اللي متواجدة معنا لتغطية الندوة الصحفية الختامية لمشروع حماية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات بالشراكة ودعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومقاطعة سيدي عثمان. وأيضا كنشكر جميع الفعاليات المدنية اللي حضروا معنا اليوم لمواكبة هذه المخرجات الختامية والتوصيات ديال المشروع، واللي الأكيد كتبين لنا على أن هذه الظاهرة هي أصبحت ظاهرة مقلقة داخل المجتمع. ارتفعت النسبة والحدة ديالتها بقوة ما بعد مرور جائحة كوفيد 19. الحاجة ماسة اليوم إلى يعني المحاصرة ديالتها عن طريق مقاربة شمولية كتبدأ من المقاربة القانونية يعني تعديل القانون مناهضة العنف ضد النساء وتدارك جوارب النقص المتواجدة به 113، مقاربة أيضا تربوية وبيداغوجية بجعل القانون هو آلية من الآليات التربوية داخل المؤسسات التعليمية، مقاربة أيضا تقوم على انخراط وسائل الإعلام في التحسيس والتوعية بخطورة هذه الظاهرة. لأن اليوم إذا كنا بدأت مؤشرات الرصد برصد الظاهرة على مستوى الفضاء الأسري سواء كان علاقة زواجية أو علاقة أسرية، فاليوم المقلق هو على أن هذه الظاهرة امتدت بقوة إلى الفضاء العام وأصبحنا يعني تفيد علينا يعني حالات العنف ضد النساء والفتيات في الشارع، في أماكن العمل، في أماكن التسوق. يعني الفضاء العام اليوم أصبح يعني يعاني من هذه الظاهرة خصوصا على مستوى المدن الكبرى ومدينة الدار البيضاء على وجه التحديد. فبالتالي انخراط السلطات المنتخبة في هذا الأمر هو أساسي، ونحيي هنا المقاطعات اللي كنعتبروها هي شريك لنا، مقاطعة سيدي عثمان، مقاطعة مولاي رشيد، الحي المحمدي، على دائما لأن هذه المقاطعات يتواجد فيها فروع مركز أمان على مستوى الشبكة الوطنية أمان، وهما دائما يعني في إطار القرب وتقديم خدمة مواطنة جيدة، فاحنا كنتعاون مع بعضنا في يعني هذا الجانب ديال المناهضة. ولكن احنا كنقولوا ان المجتمع المدني بوحديته ما كيكفيش، هو ربما يرصد، هو يرافق، يواكب، يترافع، اما يعني العمل هو عمل كبير وعمل جبار وعمل يجب ان يكون يعني متعدد المتدخلين حتى نتمكن من اننا نخدموا فيه بنجاعة وتكون عندنا فيه مؤشرات نجاعة، مؤشرات قوية. إذا هذا المشروع ديال الحماية هو كيجي في إطار مشاريع التتويج لمشاريع أخرى بديناها سواء بشراكة مع وزارة المرأة والتضامن والأسرة، سواء مع وزارة العدل، سواء مع مجموعة من القطاعات الحكومية، دابا مجلس وطني لحقوق الإنسان. فإحنا نأمل على أن تتوسع دائرة الشركاء ديالنا باش نقدروا على أن نطوروا الأداء والخدمة ديال المراكز ونوسعوا شبكة الوطنية أمان ونخدموا على الجانب ديال التمكين الاقتصادي للمرأة المعنفة، لأنه اليوم الجميع يتحدث عن التمكين الاقتصادي ولكن التمكين الاقتصادي للمرأة بصفة عامة، احنا في مجال تخصصنا نتكلم عن التمكين الاقتصادي للمرأة المعنفة تحديدا والتي تعاني من ظاهرة العنف المركب، عنف يعني اقتصادي وعنف اجتماعي. فلا يسعنا إلا على أننا نواصل مسار النضال مع هذه المرأة في اتجاهات أخرى وعبر روافد جديدة. وشكرا لكم على الحضور وعلى المواكبة. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.